أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول بارك الله فيكم، ما هي حقوق المرأة المهجورة من زوجها لسنوات؟ عليها أن تطالب بحقها عند القاضي وهو يبين حقوقها على زوجها. نعم. تقول إذا طلبت الطلاق هل أأثم بذلك؟ هذا عند القاضي، إذا استدعى الأمر طلب الطلاق فلها أن تطلب الطلاق. نعم.